Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue chers élèves de la première année du baccalauréat sciences économiques et de gestion. Aujourd'hui, on va voir des exercices corrigés à propos de la matière du droit. Donc, comme on le sait, le droit est composé d'un ensemble de règles. Et un ensemble de règles qui s'attardent. يعني العلاقات ديال الافراد داخل المجتمع وهاد لي ريغل دو دووا او لو دووا اللي ديفيزي اون بلوزيور سوز انصامبل عندنا جوج لي كلاسيفيكاسيون او لا جوج لي غران سوز انصامبل سي فو فولي لي هما لو دووا بوبليك اي لو دووا بريفي يعني القانون العام والقانون الخاص شنو الفرق ما بين القانون العام يعني لو دووا بوبليك او لو دووا بريفي يعني القانون الخاص بالنسبه للقانون العام كيأثر يعني سي لونسومبل ديال لي ريغل يعني مجموع من القواعد القانونيه اللي كتاثر العلاقه ما بين لي بارتيكولي اي ليتا يعني لي بارتيكولي يقدر يكونوا دي انديفيدو يقدر يكونوا دي انتربريز في علاقتهم مع الدوله يعني جميع القواعد القانونيه اللي كتاثر لهذيك العلاقه ما بين الدوله وما بين لي particulier داخلين في لو دووا بوبليك بالنسبه للعلاقات او لا لونسومبل دي ريغل كي ريجيس لي ريلاسيون انتر لي بارتيكولييه او ميم يعني بين سوا بين دي زونتربريز او لا بين اون انتربريز اي ان انديفيدو او لا ان غروب انديفيدو مع دي زونتربريز باغ اكزومبل او لا ان انديفيدو مع ان انديفيدو يعني كنسميوهم لي بارتيكولييه هاد العلاقه اللي كتربط ما بين لي بارتيكولي كيدخلوا ضمن القانون الخاص يعني القانون العام كينظم العلاقات ما بين الدوله ولي بارتيكولي والقانون الخاص انت لي بارتيكولي اوميم بالنسبه يعني لي برونش ديال الدووا بوبليك او الدووا بريفي نبداو بالدووا بوبليك عندنا لي برونش ديالو هما لو دووا كونستيتيسيونيل او القانون الدستوري عندنا لو دووا فيسكال هادشي ديجا شفناه في لا فيديو بريسيدونت ما كاينلاش نعاودو غير كندير واحد التذكير وصافي دووا كونستيتيسيونيل هو القانون الدستوري كيندرج ضمن القانون العام يعني دووا بوبليك كاين دووا فيسكال القانون الضريبي كاين لو دووا بينال القانون الجنائي هاد القانون الجنائي كاين اللي كيدخلو في دووا بريفي او دووا بوبليك ولكن اغلبيه الناس مهمه بالشان القانوني كيدخلوه في لو دووا بوبليك لان ممكن تكون الجنايه مثلا ما بين شخص وشخص وهذا الشيء غندخلوه في دووا بريفي ولكن الدووا بينال جينيرالمون كيندرج ضمن الحفاظ على النظام العام ديال 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 المجتمع وبالتالي هذا الشيء علاش كندخلوه في الدووا بوبليك بالنسبه للدووا بوبليك ايضا عندنا لو دووا انترناسيونال بوبليك يعني الدووا انترناسيونال بوبليك ولكن ضمن العلاقات بين الدول كاين دووا بريفي لي برونش ديالو هما دووا سيفيل القانون المدني كاين دووا كوميرسيال القانون التجاري كاين لو دووا دو ترافاي يعني القانون الشغل وكاين عندنا دووا انترناسيونال بريفي نشوفو دابا دي زيكزيرسيس بس بروميير اكزيرسيس قال لك انديكي بور شاك سيتوياسيون لو دووا كوريسبوندون اون ميتون اون كروا dans la case appropriée. On va voir la situation de droit, on va voir s'il s'agit du droit international ou du droit national, ou il y a un droit international, ou le droit international privé ou le public, ou il y a un droit national, ou le droit privé ou le public. Mais c'est le licenciement d'un salarié, entreprise, on va voir qu'on a zid l'ummel, on va tenir l'ummel, donc on va voir le licenciement, on va voir le salarié, c'est tout à fait, donc le salarié شنو هو لو دووا اللي كيفا يعني جيري هاد لا ريلاسيون انتر لو سالاري اي لانتربريز سي بلو بلوتو لو دووا ناسيونال ولكن سي لو دووا بريفي جينيرالمون دووا دو ترافاي جينيرالمون دو دووا دو ترافاي دونك دووا دو ترافاي راه ندرج ضمن لو دووا بريفي دووا ناسيونال بريفي كاين ديفورس et mariage entre des Marocains avec des étrangers. يعني الطلاق والزواج ما بين المغاربه والاجانب. هادشي غيأثر واش الدووا ناسيونال او لا انترناسيونال. بيان سور كو الدووا انترناسيونال واش
ولكن واش الي بريفي او لا بوبليك. دونك هنايا غنقولوا لو دغوا انترسونال بريفي، لان كاين عندنا دوز انديفيدو، اون فام باغ اكزومبل ماروكان اي ان نوم فرونسي باغ اكزومبل، نو اي فا هاد لو دغوا هذا غياثروا لو دغوا انترناسيونال بريفي اللي هو لو دغوا سيفيل انترناسيونال. لي رابور انتر لو غوفرنمون اي لو بارلمون، يعني العلاقه بين البرلمان والحكومه. Donc c'est le droit public, ou alors le droit national public. Mais c'est le paiement des impôts par une entreprise, le paiement des impôts est à travers le droit fiscal, le droit public. Mais maintenant l'entreprise qui est le Maghreb obtient ce droit national public. Ou bien c'est le droit de la convention internationale des droits de l'enfant, يعني التفاقية العالمية لحقوق الطفل، بما ان اتفاقيه عالميه يعني مسانينها مجموعه من الدول. دونك هنا غنتكلموا على دغوا انترناسيونال، ولكن واش بريفي او لا بوبليك، سي ساجي دو دغوا بوبليك انترناسيونال بوبليك. نشوفوا ليكزيرسيس سويفون. هنايا عندنا واحد المجموعه ديال لي سيتياسيون دو دغوا، وهنايا خصنا اون دو بريزيزي لا ناتور دو دغوا واش بريفي ولا بوبليك، ومن بعد نقول لا برانش دو دغوا. Je dois mentionner la branche du droit. Vous savez? Donc, on va commencer. Donc, le protocole de Kyoto est un accord international qui traite des changements climatiques. Il y a une التفاقية عالمية أو دولية اللي كتأثر لنا هاد التغيرات يعني ديال المناخ عبر العالم. يعني هذه تمت المصادقة عليها من واحد مجموعة من الدول، وبالتالي c'est le droit international public. Donc c'est droit public, ولكن il est international. Donc c'est droit international public. بما انه سينا واحد مجموعه من الدول، دونك سان droit international، ولكن il est public. Décision de recrutement d'un salarié، يعني واحد القرار ديال التشغيل ديال واحد دو سالاريي، هذا غياثر لو droit privé bien sûr، ou la branche du droit c'est le droit de travail. Règles juridiques régissant les rapports entre les personnes mariées، يعني واحد مجموعه من القواعد القانونيه اللي كتاثر العلاقات ما بين الازواج. دونك هذا غيكون لو دووا بريفي، و لا برانش هي لو دووا سيفيل القانون المدني. لو فول ا مان ارمي، لو فول ا مان ارمي يعني السرقه بواسطه استعمال السلاح الابيض او السلاح يعني يعني سرقه مسلحه سي فولي سرقه ولكن مع حمل السلاح. دونك هادي سي لو دووا بوبليك، ولكن plus précisément c'est le droit pénal. C'est le droit pénal، يعني القانون الجنائي. القانون الجنائي ديما لو فول او الكريم كيكون دخلوا ديما الجرائم والسرقه كيدخلوا ديما القانون الجنائي. لو نون بايمون دي زامبو باغ اون انتربريز، يعني واحد الانتربريز كتسال هاد الدوله واحد يعني مجموعه من الضرائب ما خلصتهمش ديك الانتربريز. دونك شنو هو القانون اللي غياثر هذا المشكل؟ هذا غياثر لو دغوا بوبليك، ولكن سي لو دغوا فيسكال، لو دغوا فيسكال او القانون الضريبي. دونك هادو كانوا دي زيكزيرسيس كونسيرنون لا ماتيير ديال الدغوا بور بيان سو بريباري او كونترول نيميرو 1 في لا ماتيير ديال الدغوا. جيسبيغ كو سيت فيديو سورا يوتيل اي بينيفيك بور فو، نيزيتي با لا بارتاجي لو ماكسيموم بوسيبل افيك فو زامي، وتشتركوا بالقناة و بلو بريزامون يعني تفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد. كنتمنى لكم التوفيق والى حلقة قادمة بحول الله تعالى.